فقرة وجه ثاني نستضيف فيها رئيس اللجنة الفنية عادل البطي. كرئيس للجنة الفنية نستضيف عدد من الشخصيات الرياضية المهمة. اليوم عادل البطي أبعدناه كثيرا عن اللجنة الفنية وعن الرياضة وذهبنا معه في وجه ثاني. عبد الرحمن الدحيم زاره في منزله وفي أكثر من مكان والتقى به في جزئين نتابع الجزء الأول. عادل بن عبد الله بن محمد البطي، مواليد مدينة الزلفي 1962. طبعا عشت وتربيت طول عمري في الرياض، تخرجت من مدارس الأبناء الابتدائية، ومن ثم متوسطة النموذجية في الملز، ومن ثم ثانوية اليرموك الشاملة طبعا. بعدين دخلت جامعة الملك سعود كلية تربية قسم تربية رياضية، وعملت في البداية معلم تربية رياضية في مدارس الأبناء في الحرس الوطني، ومن ثم مشرف تربية بدنية، ومن ثم مساعد مدير عام الشؤون الرياضية، إلى أن تم تقاعدي المبكر اللي أنا أعتبره من أفضل وأهم الخطوات اللي مرت بالنسبة لي. طبعاً حياتي قبل الزواج كانت بسيطة زي كل الشباب طبعاً، يعني مدرسة وكورة وحواري وأشياء كثيرة تتم لأشياء. طبعاً بصراحة كانت الكورة، الأخ عبد الرحمن قال لي لا تتكلم عن الكورة، بس كانت حياتي الحقيقة حتى في الشارع تكلم عن كرة القدم واللعب في الحارة العصر والليل وفي كل وقت. أعتقد الشباب ما مروا على اللعب في الاسفلت مثلاً في الليل ولا في اللعب الترابية في العصر، يعني هذه طبعاً البسطة في الحارة كلنا الجيران مع بعض، يعني كانت العلاقات أكثر من الآن. لكن هذا هو، أنا شخص بسيط، أسرة حمولة، إحنا عايشين مع بعض تقريباً، يعني قريبين من بعض أخواني. أنا مثلاً الثالث من بين الأخوة، طبعاً إحنا سبعة ذكور وأربع بنات، يعني سبعة: محمد، عبد الرحمن، عادل، سلمان، عبد العزيز، سلمان، فهد، عبد العزيز، عبد الإله، وأربع بنات. طبعا عندي من الأبناء فهد طبعا اللي هو على اليمين الأول، طالب جامعة الملك سعود كلية الهندسة، وعبد الله ثالثة ثانوي، وعبد الرحمن خامسة ابتدائي، وعندي هيا وعبير. هيا طبعا في الجامعة، وعبير في المتوسطة. الحقيقة شوف، الوالد كان بالنسبة لي هو رمز القوة، يعني بصراحة الوالد يعني ديمقراطي ولكن بقوة ما شاء الله. ما كان له الحقيقة في الرياضة أشياء كثير، يعني كان يهمه الجانب الدراسي أكثر من اهتماماته في الجانب الرياضي. طبعا ما كان يعني معارض أني ألعب كورة كثير في الحارة أو غيره، لكنه كان يركز بصراحة بشكل كبير على الدراسة. الوالدة هي الحضن الطيب اللي دائما وما زالت تحن علينا كما لو كنت بسن عبد الرحمن الآن. والله أم فهد الحقيقة يعني أنها سهلت علي أمور كثيرة، لدرجة في أشياء كثيرة في حياتي يعني منذ الزواج، يعني كانت تقوم بأشياء كثيرة المفترض أنا أقوم فيها، لكن قد تكون ارتباطاتي العملية، وأنت عارف عبد الرحمن الأمور الرياضية وغيرها، يعني تأخذ كل الوقت. يعني في أحيانا كثيرة الحقيقة تقوم حتى في أشياء خاصة فيني تقوم فيها، يعني مثلا كل ما يتعلق في بعض الأمور الإجرائية اللي المفروض أنا أسويها صارت هي تسويها، والحمد لله أنه جاء الآن يعني الكمبيوتر والأشياء، هالكمبيوتر والأشياء حلت كثير من الأمور، صارت الواجبات هذه تقوم فيها أم فهد. إضافة يعني كل ما يخصني الحقيقة هي تقوم به بشكل مباشر. والله شوف الحقيقة كتعب لا والله، بالعكس يمكن أنا أكون أنا اللي متعبهم بعدي عنهم في أشياء كثيرة، لكن أكيد كل واحد فيهم له مواصفات ولها. لكن خليني أقول لك مثلا فهد دائما أستعين فيه في أشياء كثيرة، لأنه يعني يشعر فيني بدون ما أتكلم بصراحة، يعني أي شيء يعني يمكن لو يكون في ضايق صدري من موضوع معين تلقى فهد يدور حولي لأنه يشعر بهذا الشيء حتى لو ما تكلمت، وكان يحمل عني. عبد الله هو السند القوي في كل ما يتعلق في البيت، يعني عبد الله الحين ثالثة ثانوي، لكن من قبل وهو يعني في أشياء كثيرة مشاوير خاصة في البيت، يعني من يوم كبر الحقيقة ارتحت منها وأصبح هو السند. يعني فهد وعبد الله يمثلون لي جناحين، القوة والعطف، يعني كلهم قريبين مني في الناحيتين دي. عبد الرحمن هو يعني آخر العنقود، يعني قد يكون ما زال حتى هو كبر دائما يقول لي ترى أنا كبير، وأنا ما زلت أتعامل معه أنه صغير مرة، يعني هو ما يبغى هذا الموضوع، لكن هو دائما يعني قريب مني، يعني خلينا نقول يتدلع عليه. على فكرة أم فهد وهيا وعبير ما لهم أي علاقة في الكورة.